وبالعودة إلى مراسلنا في مأرب خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك علي وبالمشاهدين الكرام. خليل، هل ما تزال السيول تتدفق باتجاه مأرب وخصوصا نحو السد؟ نعم، السيول ما زالت متدفقة، ولكن بسبب انخفاض الأمطار في ذمار والبيضاء، هي المناطق المصب إلى محافظة مأرب وخصوصا إلى سد مأرب، انخفضت كمية السيول القادمة إلى سد مأرب، وكذلك انخفض الماء الذي يأتي من منسح سد مأرب الخلفي باتجاه منطقة الفلج ومن روضة ذناه إلى مديرية الوادي. هناك انخفاض كبير لم يتوقع أن ينخفض بهذا الشكل. حسب وكيل محافظة مأرب، أن انخفاض وصل من يقصد به مياه فيضان السد، الانخفاض وصل 30%، لكن هناك أضرار كبيرة في مزارع المواطنين وكذلك في بعض الطرقات الرابطة بين المديريات، لكن في السلطة المحلية تقدم جهود كبيرة في هذا الجانب. نعم خليل، كيف هي أوضاع الناس في المناطق القريبة من مجاري السيول، وما طبيعة الجهود التي تحدثت عنها والتي تقدمها السلطات المحلية؟ نعم، المناطق التي شملتها السيول أو الذين تضرروا من فيضان سد مأرب هي منطقة روضة دنا، وكذلك منطقة ذناء تضررا كبيرا، لكن السلطات المحلية تحاول الوصول إلى تلك المناطق وفتح الطريق، وما زالت السلطة المحلية تفتح تلك الطريق. كذلك بعض المنظمات الإغاثية الإنسانية الموجودة في المأرب قدمت بعض الخدمات لأولئك النازحين، لكن بسبب الشكل المطلوب السلطة المحلية تقوم بنقل أحجار حسب مهندسين إلى وتعمل مصدات حماية للمناطق السكنية في العرقين وكذلك في النقيعة وفي المسيلة الأعلى والأسفل. الجهود كبيرة، ولكن المشكلة أو الكارثة أكبر من الجهود، وعدم التفات الحكومة أو مساندة محافظة مأرب تجعل المأساة كبيرة جدا. كذلك التأثر في مديريات الجبل، مديريات الجبل ونقصد فيها مديرية جبل مراد وكذلك الصدارة وكذلك مديرية رحبة وماهلية، أثرت تأثيرا كبيرا، انقطعت الطرق الواصلة بين تلك المديريات ومع محافظة مع مدينة مأرب ومع الطريق الرسمي. المحافظة وجه بصرف مبلغ 100 مليون لمدراء المديريات وأن يقوموا بفتح تلك الطرق وإعادة الخدمات، وشكل ذلك لجان إشرافية لذلك العمل. نعم. في الأيام القادمة سنرى ما هي ثمرة تلك الجهود. نعم، إذن مراسلنا في مأرب خليل المليكي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.